يا ماما يا حلوة، ربنا يخليكي، ألف بوسة وبوسة تستاهلها إيدك، ألف بوسة وبوسة يا ماما يا حلوة. الجميلة أروى جودة، أهلا بيكي ومنورة الدورة الخامسة مهرجان الجونة. بنورك، ميرسي. أول حاجة عايز أسألها لك، كنت فين من المسرح ولا؟ كنت في القاهرة في السرير، لسه بصحى منه. عملتي إيه؟ يا لهوي. لا اتخضيت طبعا، اترعبت، ما كنتش عارفة هو ده معناه إن في ناس حصل لها حاجة ولا لا. ده كان بالنسبة لي أهم حاجة، المهرجان يتأجل مش مشكلة، فدانا، بس كان بالنسبة لي أهم حاجة الناس. عايزين نطمن عليكي أكتر، اتفاكسنتي؟ اتفاكسنتي طبعا، معقولة هاجي هنا كده من غير فاكسنة؟ في ناس خايفة تاخد الفاكسين، تقول لهم إيه؟ والله كل واحد حر في نفسه، يحافظوا بقى على الناس اللي حواليهم، يلبسوا ماسكات ويعملوا بي سي آر كل شوية. يعني هنا مثلا المهرجان لو أنت مش مطعم لازم كل 3 أيام تعمل بي سي آر علشان يطمنوا إنك أنت مش إنسان معدي. بيقولوا نجاح أي مهرجان سينمائي من نجاح الفستان، ده الناس على السوشيال ميديا. لا معقولة كده؟ نجاح المهرجان طبعا بيكو، بوجودكو، بوجود الناس اللي بتيجي تتفرج على الأفلام، ونشوف بقى مين اللي بيكسب وإزاي بنساعد. بتابعي السوشيال ميديا وانت في المهرجان؟ يعني على قد الصور بصراحه، بس مش قوي يعني، علشان السبونسرز بيزعلوا لما ما احطش صور واكتب اسمه. عملتي ايه اول من انستغرام وقع والفيسبوك وقع والواتساب وقع؟ بصراحه ما خدتش بالي. انا من النوع اللي ما بيفرقش، برمي التليفون بالساعات بصراحه. لو رجعنا قبل السوشيال ميديا، اول حد ترغي معاه التليفون هيكون مين؟ لا هيبقى دايما عندي امي بتقولي اقفلي التليفون، عايزه اكلم خالتك. بما اننا رجعنا لايام زمان، احنا عرفنا من كام يوم كده او من فتره ان صفاء بصوت خالتك. هي توأم ماما. حافظه لها اغنيه من اغانيها؟ طبعا. ممكن نسمع اغنيه من اغانيها؟ يا ماما يا حلوه، ربنا يخليكي، ألف بوسة وبوسة تستاهلها إيدك، ألف بوسة وبوسة يا ماما يا حلو. ألف بوسة وبوسة ليكي. وعايزين نسألك بس كام سؤال قدام السيلفي ستيك ونشوف الأوتفيت. أروى جودة، مين أكتر حد بيصورك سيلفي بطريقة حلوة وبتحبيه؟ إن كامل شت. بتستخدمي الفلاتر ولا لأ؟ ساعات لما ببقى مضطرة. كم نسبة الفوتوشوب في صورك؟ ما بحبش، بحاول على قد ما اقدر ما استعملش فلترز. لو فنان عالمي عايزه تصوري معاه صوره سيلفي هيكون مين؟ جاستن تيمبرليك يمكن. ممكن تختاري حد على ريد كاربت تصوري معاه سيلفي دلوقتي؟ شيكا. يلا بسرعه نصور. شيكيتا. شيكا. شيكا اي لاف يو. شيكا بتحبي اروى قد ايه؟ ما بحبهاش خالص.